هذه الصور اللي وصلتنا مباشرة ليصل إلى أتلانتا في ولاية جورجيا في هذه الأثناء استعدادا لهذه المناظرة الأولى التي تجمع بمنافس للرئاسة دونالد ترامب. ها هو إذن يصل في هذه الأثناء كما تشير لنا هذه الصور، مناظرة ننتظرها جميعا. يتحدث البعض عن الكثير من المفاجآت التي يمكن أن تتخللها. بطبيعة الحال تأتي المناظرة في ظل تقدم على ما يبدو لدونالد ترامب في استطلاعات الرأي في 5 ولايات من أصل 7 ولايات حاسمة تحدد مصير لربما هذه الانتخابات ومن هي الشخصية أو من هو الرئيس القادم. إذن ها هو جو بايدن الذي على ما يبدو تحضر جيدا لهذه المناظرة، هو الذي يقال إنه فصل نفسه عن كل شيء خلال الأيام الماضية تحضيرا لها، هو الذي دعا دونالد ترامب لأن يكون أمامه على منصة واحدة أمام الجمهور الأمريكي، أمام الناخب الأمريكي، الحديث على ما يبدو سيكون أو سيركز على الأوضاع الداخلية الأمريكية. كثيرة هي الملفات الساخنة التي ينتظر الناخب الأمريكي أن يستمع لربما حلولاً بشأنها. الاقتصاد بشكل أساسي، نرى الرئيس بايدن يصل في هذه الأثناء إلى أتلانتا حيث ستجرى هذه المناظرة الأولى، نقول الأولى لأنه الرجلين سيلتقيان مرة جديدة في 10 سبتمبر إن لم أكن مخطئة في مناظرة ثانية. كثيرة هي الأمور التي حضر لها الجانبان، طبعا فريق جو بايدن وفريق دونالد ترامب على اطلاع بما سيجري خلال هذه المناظرة. كنا قد تحدثنا أنه سنستمع لكل مرشح على حدة، سيطفأ ميكروفون المرشح الآخر عندما يتحدث المرشح الأول، وبالتالي هذه ستعطي فرصة لربما لأن نستمع جيدا لكل خطاب حضر له كل مرشح. لابد من الإشارة أنه من يدير هذه المناظرة الأولى يعتبران ميالين لجو بايدن للحزب الديمقراطي، وبالتالي ستكون أيضا أنظار العالم متجهة إليهما. دونالد ترامب قال إنه لا يواجه فقط جو بايدن في هذه المناظرة إنما يواجههما أيضا. إذن سنتابع في تغطية خاصة لسكاي نيوز عربية مجريات هذه المناظرة مع فريق العمل الذي وصل إلى أتلانتا قبل أيام في تحضير طبعا لتغطية أحداث هذه المناظرة. المناظرة مشاهدينا ستستمر 90 دقيقة، سنكون خلالها متابعين بشكل جيد لما سيرد، لأنه أي خطأ من قبل أي مرشح بإمكانه أن يوقف مساره إلى البيت الأبيض. البعض يقول أن الناخبين في الولايات المتحدة قد قرروا، السنوات الماضية السنوات الأربع الماضية كانت كفيلة لأن يقرر الناخب الأمريكي من الذي سيصوت له في هذه الانتخابات الحاسمة. هذا السباق يعود ليتكرر ما بين الرجلين لكن في ظروف مختلفة، الولايات المتحدة مختلفة، المنطقة أيضا مختلفة، كيفية تعامل الإدارة الأمريكية إدارة جو بايدن مع ملفات كثيرة عميقة جدا متعلقة بمستقبل منطقتنا. نحن اليوم في منطقة الشرق الأوسط أيضا ننتظر من سيكون الرئيس القادم، لأنه سيحدد طبعا المسار الذي ستسلك أكثر من قضية أكثر من ملف، على رأسها الحرب في غزة، كيف سيتعامل الرئيس القادم معها. اليوم هناك ما يربط الجبهة الشمالية وتطوراتها بالرئيس القادم، وهناك ما يقول إنه لا يمكن لهذه الجبهة أن تنتظر هوية الرئيس الذي سيأتي. كثيرة هي الأمور الغامضة كما ذكر لنا زميلنا ومراسلنا من أتلانتا مجدي يازجي في رسالته السابقة، إنه الغموض يحيط بها، لكن الجميع بانتظار النتائج، لأنه لا شك أن نتائج هذه المناظرة ستشكل
الأساس في قرار الناخب الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي يصل الآن إلى أتلانتا في ولاية جورجيا، طبعا تحضيرا لهذه المناظرة التي تنطلق تقريبا بعد حوالي 5 ساعات إلى 6 ساعات من الآن، في 5 بتوقيت أبوظبي، 5 فجرا سنكون على موعد مع هذا اللقاء بين جو بايدن ودونالد ترامب. مجدي، على ما يبدو تعود لتنضم إلي، حاولت بشكل مقتضب أن أفسر لكل من يتابعنا ما الذي يجري في أتلانتا، لكنك أقرب من الحدث الآن، ساعات قليلة تفصلنا عن هذا الحدث المنتظر الذي جاء بدعوة من الرئيس جو بايدن نفسه. تماما شانتال، ويبدو قبل قليل كنا نشاهد أيضا ونقرأ الشريط العاشر على سكاي نيوز عربية، وصل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى هنا، وصل إلى أتلانتا، وذلك مبرر ومفهوم عندما أرى كل هذه الإجراءات الأمنية حولي، إغلاق غير مسبوق للطرقات، بالكاد نستطيع أن نصل إلى هذه النقطة شانتال، رجال الأمن في كل مكان، مربع استديوهات شبكة سي إن إن أغلق تماما الآن، أرى بعض الأمريكيين ببعض اللافتات على يميني هنا، والبعض الآخر يقف يشاهد على يساري. يبدو أن هناك حديث كان أيضا عن مظاهرات مرتقبة ومنتظرة، سواء كانت مؤيدة لبايدن شانتال أو حتى مؤيدة لترامب. أنتظر أن أشاهد أعداد أكبر من هذه التي أشاهدها الآن بكثير، الآن معدودين بالعشرات، الأعداد قليلة جدا، ولكن كل ما الساعات ستمضي شانتال كل ما الأعداد متوقع أن تزيد. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي أشرت إليها، بايدن هو من دعا إلى هذه المناظرة تماماً. بايدن يقرأ أرقام استطلاعات الرأي ويعرف تماما شانتال أنه يقف حاليا واليوم عند 37% فقط، هذا هو معدل قبوله في الشارع الأمريكي، يعني معدل منخفض بشكل غير مسبوق في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، أن يدخلوا إلى محاولة للوصول إلى ولاية ثانية وانتزاع البيت الأبيض ل4 سنوات مقبلة، وهو معدل قبوله عند الشارع الأمريكي لا يتجاوز 37%. هذه شهادة من الأمريكيين لبايدن بأنه فشل، أستطيع القول ذلك وأتجرأ على قول ذلك على الهواء شانتال، بأن بايدن فشل في نظر الأمريكيين عندما يقول فقط 37% منهم أنهم راضون عن الأداء السياسي الذي قدموا خلال السنوات الأربع الماضية، ولكن الآن بكل جرأة لكن مجدي يطرح أوراق اعتماده ل4 سنوات أخرى جديدة، لا أدري على ماذا يعول. أعذرني على المقاطعة، هذا هو التساؤل اليوم، إذا 37% غير موافقين على هذه السياسة التي انتهجها، لماذا يطلب هذه المناظرة؟ كنت قد سألت ضيفي قبل قليل، هل هي الفرصة الأخيرة له اليوم حتى يعود ليجذب الناخب الأمريكي حتى ينتخبوا لولاية جديدة؟ نقطتان شانتال، الأولى، عادة المناظرات الرئاسية تتم في وقت متأخر جدا من الموسم الانتخابي، يعني نتحدث عند 9 أو 10 من السنة، شهر تمام. سبتمبر أو أكتوبر. هذه المرة طلبها هو محنك وسياسي مخضرم لديه العقود من السنوات الطويلة جدا في هذا الخضم السياسي. الآن نحن في شهر يونيو، وبالتالي هناك متسع من الوقت، نتحدث عن 5 أشهر، يريد أن يؤرجح هذا الرأي العام الأمريكي، أن يحول باتجاهه، أن يقدم ما فعله خلال ال4 سنوات. كلنا نعرف شانتال أن بايدن ليس خير من يتحدث عن أجندته السياسية، وليس خير من يخرج على البوديوم أو المنبر ويقدم الرؤى السياسية بطريقة لبقة وبطريقة طلقة أيضا، لديه الكثير من العثرات ولديه الكثير من الأخطاء التي يرتكبها عندما يتواجد في المنصات وعندما يتواجد أمام الرأي العام الأمريكي، وبالتالي يعول الآن أن يقلب هذه المعادلة وأن يغير هذه الاستراتيجية وأن يبعد هذه الأرقام، بدل أن تكون فقط 37% من الأمريكيين يوافقون عليه، أن يعني يحصل قد يكون على 3 نقاط إضافية، 4 نقاط إضافية، قد تكون حاسمة في مثل هذا السباق شانتال، لأن الفرق ما بين بايدن وترامب هو إما نقطة أو نقطتين لهذا الرجل أو لذاك. شكرا لك مجدي يازجي على هذه الرسالة، سنعود إليك فورا ورود أي جديد من أتلانتا.